بالنسبة لهذه المنطقة كانت تسكو هواي من خدمات تعبانة، يعني مجاري ما بيها أمطار، يعني ذي المنطقة كلش هواية. بهل الوقت هذا المناسب اللي جيتوا به أنتوا كرمتونا من رأس الوزراء، الله يحفظ السيد السوداني ويحفظ العاملين اللي دا يشتغلون بهالمنطقة هاي، يعني كفى ووفى. منطقة تعبانة الشتاء يصير يعني الطين يوصل لهنا بالشتاء، فنشكر جهودهم ومتفضلين، وإن شاء الله تطور إلى الأمام مستمر إن شاء الله. إحنا نشكر الأستاذ محمد شياع السوداني والجهد الخدمي على هذا المشروع، وإحنا نعاني هواي من الشغلات، كنا بالشتاء الطين وبالصيف التراب، وإحنا نشكرهم جدا جدا، والجهد الخدمي ما قصروا ويانا والحمد لله وبارك الله بهم، والناس منتظمين وبيهم كل بيهم الخير والبركة. هي عمل كبير الحقيقة ومبارك، ونشكر جهودهم لدائرة الجهد الهندسي اللي تابعة المجلس رئاسة الوزراء. أعمالهم الخدمية الحقيقة تفيد أهل المنطقة من تبليط من خدمات أخرى. حسب توجيهات رئيس الوزراء المحترم ومدير الجهد الخدمي الشيخ أحمد عباس، قام الجهد الخدمي برفع أنقاض الشارع بحي آسف من منطقة الدورة. المطلوب من عندنا ننزل 15 سنتيم أو 20 سنتيم قشط بالتراب اللي بيها أرض انتفاخية واستبدال التربة بمادة السباس.